مساء الخير. النهاردة هنعمل الترانوسور او احد الكائنات ما قبل التاريخ. الترانوسور قدمنا حلقة قبل كده ودي حلقة تانية فيها طريقة تصنيع جديدة عن الترانوسور، ازاي ان انا اعمل آلية الحرف V او التصميم في شكل حرف V واطلع كائن بالشكل ده واعمل مجموعة من الكائنات وفي النهاية اصمم الكتاب بتاعي عن كائنات ما قبل التاريخ واحط معلومة عن كل كائن واقدمها للاطفال او اعمل الكتاب الخاص بيا. كتب البوب اب غالية جدا، مش في امكان الكل انه يشتريها، لكن نقدر نتعلم اليات التصنيع ونصممها. دي احد اليات التصميم اللي هي الفي فول او احد عناصر التصميم الثانية على شكل حرف V، ازاي ان انت تتقنيه وتعملي منه كتاب خاص بيكي او مجموعة كتب خاصة بيك وتتقني تعاملها وتستخدمي الورق الملون ويبقى ممكن منتج تقدري تسوقيه او تبعيه للروضات او تبعيه للحضانات او للمدارس. المهم ان هو يكون متقن ومعمول بشكل لطيف. الحلقات اللي جاية هنعمل مجموعة من الكائنات كلها قايمة على الفي فولد او الثانية على شكل حرف V. لما ينتهي التصميم هنبدأ ناخد آليات تصنيع أخرى لأن نتقن عمليات التصميم أو عناصر تصميم البوب أب. دلوقتي نشوف إزاي نصنع التيركس أو الترانوسور بآلية التصميم في فولد أو الثاني على شكل حرف V. لكن أتمنى تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة، تعملوا لي تعليقات لتستمر معكم وبكم. شكرا لكم. عايزين نعمل الموديل ده او شكل الرأس اللي بتتحرك بسهولة ويسر بالشكل ده علشان نبقى قريبين من شكل زي اللي موجود في كتاب ماثيو رينارد ده. الشكل ده نفس الحركة. هناخد التمبلت بتاعته برضو الماثيو رينارد، هبدأ اقص او افرغ الاشكال دي والونها. خلينا نلونها الاول. التراينوسور او تيركس بيمتاز الرأس بتاعته باللونين الاصفر والاحمر، فممكن نلون بسهولة كده. ممكن تقعدي مع الاطفال وتلونوا مع بعض. دي الوان شمعة على فكرة عادية. وهبدأ ألون، بس خلينا نعمل خط للأسنان الأول علشان ما نجيش جنبها. نعمل خط كده للأسنان. المفروض الأسنان تفضل زي ما هي بيضة. ونبدأ نكمل التلوين. الأقلام الخشب أو الألوان الخشب أو الألوان الشمعية لطيفة مع الأطفال، وخصوصا لو هتعملي المودلز دي مع الأطفال حلو قوي إن هما يلونوا معاكي بيها، سهلة. خلينا نرسم له أنف. نعمل شوية نقاط وعلامات كده زي اللي بتبقى موجودة على وجه الديناصور او التيركس. الاطفال هتحب قوي الحركات دي وانت بتعمليها. لما نلاقي في التمبلت نقاط ده معناها ثاني، لما تلاقي خط تقيل ده معناه قص. خلينا نقص الشكل ونطلعه الاول. خلصنا القص، خلينا بس نستخدم اللون الاصفر وقرب الانف كده زودي اللون الاصفر. هنبدأ نعمل عملية ثني. انا هستخدم الاداة دي من الجهة المستديرة شوية، لو مش عندك ممكن تستخدمي عود الخلة.
ممكن تستخدمي دبوس الورق وتتني بيه. طيب هعمل عملية ثانية. انا بستخدم المادة دي ليه؟ لانها مضلعة، ما عندكيش مش مشكلة. كل ما تلاقي نقاط اعملي ثانية الخط قطع او قص زي ما انا قصيت كده على كل الخطوط. اعمل عملية ثانية. خليني الون دي كمان. واعمل عملية الثانية. همسك الثانية. هشيل دي وهمسك الارض او الجزء اللي هلصق عليه. لما الصفحتين بتوعك طبعا. هعمل عملية ثانية في الوسط. ممكن نعمل زخرفة بسيطة قبل اللصق بالإقلام. نعمل ورق شجر مثلا هنا. همسك الجزء الاول اللي هو العلوي وهبدأ ألصقه في الوسط الصفحة بتاعتي بالضبط هنا كده. همسك الصم واحط في اماكن اللصق. ونضبط ايدينا بالضبط ونلصق. ده كمان عشان ألصق الشقين مع بعض. بالشكل ده. ده الجزء الأول العلوي. همسك الشق الاسفل او الفك السفلي دايما يبقى داخل العلوي. طبعا لو بتعملي كتاب
عن الكائنات المفترسة أو الحيوانات اللي لها فم واسع، كلها هتمشي بنفس الطريقة. بقى عندي تراينوسور جميل جدا ولطيف، وأقدر أنفذه مع الأطفال. خلصت الحلقة. عملنا تراينوسور أو التيركس أحد تصميمات ماثيو رينارد بآلية التصميم الفي فولد، من التصميمات الجميلة جدا أو من عناصر التصميم الجميلة جدا والسهلة اللي تقدري تتقنيها وتقدري تنفذي بيها تصميمات كتيرة، وتقدري تطلعي بكتب جيدة الصنع تقدري تسوقيها وتبيعيها للمدارس، تبيعيها للروضات وتحطي فيها ثقافة علمية ويبقى لك بصمة في مجال تعليم الأطفال الصغار. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، تفعلوا الجرس، تشتركوا في القناة، تعملوا لي تعليقات لتستمر معكم وبكم. شكرا لكم.